بكل خير ومحبة نحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في تايم أوت لهذا اليوم نقدمه لكم عبر قناة رؤيا الأردنية. أقيم اليوم برعاية سمو الأمير فيصل بن حسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الاحتفال باليوم الأولمبي الذي انطلق من أمام مبنى اللجنة الأولمبية في مدينة الحسين للشباب بمشاركة الاتحادات الرياضية كافة في مسيرة تعتبر إحدى فقرات الاحتفال وتبلغ مسافتها 1400 متر. اللجنة الأولمبية الأردنية تحتفل باليوم الأولمبي الأردني وبرعاية صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن الحسين انطلقت مسيرة حاشدة جابت أنحاء الصرح الرياضي الأول مدينة الحسين للشباب. سمو الأمير فيصل تقدم المشاركين في الجولة وبمشاركة الاتحادات الرياضية مرورا بالجدارية التي تدل على العطاء الرياضي والألعاب الأولمبية التي يمارسها أبناء الأسرة الأردنية الرياضية. بدنا نشكر كل الاتحادات وكل الأندية اللي تشجع الرياضة في هذا البلد، لأنه يعني هي من ضمن الواجبات اللجنة الأولمبية أنه نخلي كل مواطن يحس أنه الرياضة هي جزء أساسي من حياة كل الأردنيين. فالحمد لله يعني بدعمهم وتعبهم يعني منشوف اهتمام أكثر في الرياضة من سابقا. وامتدت المسيرة للمرافق الرياضية في المدينة التي تعد الرافد الأساسي للألعاب والمواهب الرياضية التي تعتني بالرياضيين الأصحاء وأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين كانت لهم بصمة واضحة في إنجازاتهم الرياضية الوطنية في المحافل الخارجية. بعدها كان التوجه إلى المحطة الأخيرة حيث قام سمو الأمير فيصل بإشعال الشعلة الأولمبية التي تعطي الانطلاق من جديد للبدء بالمشاركات الخارجية والبحث عن الاستحقاقات القادمة. وشهد المكان نفسه تكريم الأمير فيصل بن الحسين للعديد من الرياضيين الأردنيين من لاعبين ومدربين كان لهم الأثر الطيب على الرياضة الأردنية بالمشاركات الأولمبية في كافة الألعاب. شكرا لمشاركتكم معنا بهذا الاحتفال أولا، وصراحة نحن كلجنة أولمبية فخورين إنه محطة أردنية مثل محطة رؤية عم تهتم بالنشاطات الرياضية وبتغطي أخبار اللجنة الأولمبية، وهذا شيء نحن بنعتز فيه. شكرا لكم، شكر خاص من أدمى من اللجنة الأولمبية لمحطة رؤية. صراحة احتفالنا كان اليوم يتزامن مع الاحتفال باليوم الأولمبي اللي بتحتفل فيه كل اللجان العالمية مع اللجنة الأولمبية الدولية. هذا الاحتفال بتنجمع فيه كل الاتحادات الرياضية، اللجان المنبثقة عن اللجنة الأولمبية، لاعبينا، مدربينا، إدارينا، يعني كافة الأجهزة الفنية والإدارية. وفي الختام كان الحمد لله تكريم نخبة من لاعبينا ومدربينا صاحبين إنجازات دورة الألعاب الأولمبية الأولى للشباب، دورة الألعاب الآسيوية 16. بحس بالفخر إني أردنية وإني إنه وصلنا إني وصلت لهالمرحلة ولهالجائزة اللي قدرت إني أنالها. شرف كتير إلي كبير إنه أنا أتكرم من سمو الأمير فيصل بن الحسين، خصوصاً إنه أصلاً هاي الجائزة كانت بسبب الجهود الكبيرة اللي هو عم بيحاول يبذلها في سبيل تطوير الرياضة النسوية من خلال اللجنة الأولمبية الأردنية ومن خلال عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية وبالأخص في عضويته في لجنة الرياضة والمرأة. التكريم والعناية بالرياضيين وخاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة يعطي الأمل والثقة بالنفس لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية. الاحتفال باليوم الأولمبي العالمي وبمشاركة الاتحادات الرياضية الأردنية برعاية سمو الأمير فيصل تعطي الرياضة حافزة لتحقيق الأفضل في المستقبل لاستمرار عطاء الرياضة الأردنية. يوسف البستنجي لتلفزيون رؤيا. يغادر يوم غد إلى تركيا وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 10 من الشهر المقبل تأهبا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم. ويستمر المنتخب الوطني في تدريباته اليومية على ملعب البتراء بمشاركة جميع اللاعبين بغياب المحترف ثائر البواب، ويخوض المنتخب مباراة تجريبية له مع المنتخب السوري يوم الخامس من الشهر المقبل في تركيا، إضافة إلى لقاء اليمن أو العراق. ثم يعود المنتخب إلى عمان لخوض مباريات الدورة الرباعية ليلاقي السعودية يوم 13 من الشهر المقبل، فيما تلعب العراق مع الكويت ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية للبطولة.
هذا وتستعد أندية دوري المحترفين لخوض مباريات بطولة درع الاتحاد الأردني يوم الجمعة المقبل بنسختها 30. وقد قسمت فرق البطولة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى الوحدات حامل اللقب والبقعة والمنشية والعربي وذات راس وكفر سوم، فيما ضمت المجموعة الثانية الفيصلي والرمثة والجزيرة وشباب الأردن واليرموك وفريق الجليل. وتلعب الفرق على نظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم 29 من الشهر المقبل. تحت رعاية سمو الأميرة سارة الفيصل، أقام النادي الأهلي احتفاله بمناسبة اليوبيل الذهبي لممارسة كرة اليد في النادي. وشمل الحفل الذي حضره عديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية المهتمة تكريم فريقي كرة اليد في النادي للرجال والإناث الحائزين على لقبي دوري الدرجة الأولى والنسوي لموسم 2011، وتكريم قدام اللاعبين الذين حملوا لواء اللعبة في بداية عهده وحققوا له إنجازات مضيئة. وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم كلمة ترحيبية ألقاها رئيس النادي يحيى بيشا، ثم فقرة فنية لفرقة النادي الأهلي للفلكلور الشركسي، وكلمة شكر للداعمين واللاعبين القدامى، قبل أن يتم استئذان سمو الأميرة سارة الفيصل لتسليم الجوائز للاعبين واللاعبات. يعني اليوبيل الذهبي بكرة اليد الأردنية لخمسين سنة، دل إنه قديش اهتمام عندنا الإدارة بالفريق كرة اليد اللي حافظت عليه 50 سنة بالإنجازات والكؤوس هذا. والحمد لله احنا ختمناها السنة هاي بثالث سنة على التوالي ببطل دوري، وندل هذا الشيء يدل على مدى اهتمام الإدارة عنا. وأكيد يعني شعور كثير رح يكون شعور جميل إنه أنا قاعد بتكرم بين أسرة النادي الأهلي وبين محبينها، وإن شاء الله يعني بتمنى يعني للفريق بسنوات القادمة الأفضل إن شاء الله. كتير إشي بشرفنا إنه نفوز بثلاث مواسم ورا بعض، وكتير كان التكريم إشي يعني كتير شرفنا، وإجت الأميرة سارة فيصل الحمد لله كتير كان إشي برفع الراس، وكتير انبسطنا بهذا التكريم والناس اللي إجت، والحمد لله إن شاء الله كل مرة بنقدم أكتر فأكتر. جمعنا القديم والجديد مع بعض ويشوفوا بعض في هذه الأمسية الجميلة في النادي الأهلي، وفي ناس من الشباب ما شاء الله أعمارهم صارت متقدمة وخدموا النادي، وأجيال متلاحقة يلتقوا مع بعض ويشوفوا بعض في أمسية جميلة، في ناس ما شافت بعض زمان كتير، وإن شاء الله نكون هاي إحنا كقدوة لباقي الأندية، وإن شاء الله بنكون بالمستقبل نستمر في جمع الشباب باستمرار. وقبل أن نودعكم مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بصفحتنا عبر الفيسبوك facebook.com/royalsport، ومرسلتنا كذلك عبر إيميل البرامج الرياضية. ملتقانا في المواعيد الرياضية القادمة. دمتم بكل خير.